أعطى أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وذلك خلال الفعالية الفنية التي نظمتها هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء. وأوضح الوكيل أن مصيدة قلب المفاعل تعد أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع النووي المصري الذي يتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.